سينار ميدانيا وفقا للبيانات التي نشرت من طرف وزارة الدفاع الروسية، أظهر من خلالها الجيش الروسي بأنه صد عددا من الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية في محاولة لاختراق خطوط الدفاع الروسية في كل من كوبيانسك وكراسني ليمان ومحوري زاباروجيا وخيرسون، بالإضافة إلى كل من جنوب دونيتسك ودونيتسك. الجيش الروسي قال بأنه خلال 24 ساعة الماضية تمكن من تحييد أكثر من 700 عسكري أوكراني وتدمير عدد من المدرعات التي استعملتها القوات الأوكرانية في إطار ما بات يعرف بالهجوم المضاد. الدفاع الروسية قالت أيضا بأنها دمرت خلال 24 ساعة الماضية 25 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية في محاور متفرقة، أبرزها محور كوبيانسك وباخموت وكراسني ليمان. الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الروسي أكدت من خلالها بأن الجيش الروسي صد كل الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية في إطار الهجوم المضاد. أيضا كانت هناك تصريحات لوزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو، انتقد من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وصف الولايات المتحدة بأنها عسكرت بولندا وباتت تستعملها كأداة للسياسة الأمريكية المناهضة لروسيا. عرج أيضا شيغو عن مواصلة دول حلف شمال الأطلسي والغرب ضخ المزيد من السلاح للجيش الأوكراني بهدف الإخلال بموازين القوى في الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا. قال بأنه منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة ضخ الغرب الأسلحة الحديثة للجيش الأوكراني بقيمة تفوق 160 مليار دولار. وجه شيغو انتقادات إلى وارسو ووصفها بأنها لها الكثير من الأطماع باحتلال بعض الأراضي من أوكرانيا في القسم الغربي، ووصف أيضا بولندا بأنها تسعى لتكوين أكبر جيش في أوروبا عن طريق مواصلة شراء السلاح من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا نشر ما يفوق عن 360 ألف عسكري بالقرب من حدود دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا. معنا يوسف، أتحول إلى ثائر عمرو من كييف، ماذا لديك من تطور في الملف الميداني؟ سينار، أود البداية في هذه اللحظات من التطورات الميدانية المتعلقة بالجبهة الجنوبية وخصوصا بما يخص جبهة خيرسون، في ظل ما أعلنت عنه القوات المسلحة الأوكرانية عن استهداف إحدى المواقع للقوات المسلحة الروسية في منطقة نوفايا كاخوفكا. وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية أن مثل هذه الاستهداف هي تسعى إلى تقويض قدرات الجيش الروسي في المحور الجنوبي. وفي ذات الإطار كانت هناك بعض التصريحات أو بعض المعلومات التي نشرها مركز الحرب والحرب بما يتعلق بجبهة خيرسون، إذ أشار إلى أن مجموعة زوارق حربية أوكرانية استطاعت من عبور نهر الدنيبرو الفاصل بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في جبهة خيرسون، وأن القوات الأوكرانية استخدمت بعض المناطق واستطاعت من إنشاء موضع قدم لها في هذا المحور، واستطاعت من التقدم بمسافة 800 متر باتجاه مواقع لتمركز القوات الروسية، مما ينذر بإمكانية تفعيل الجبهة الجنوبية بما يتعلق بمحور مدينة خيرسون. في ذات الإطار بما يتعلق بالجبهة الجنوبية وتحديدا في محور مدينة زاباروجيا، القيادة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أشارت إلى أن القوات الأوكرانية استطاعت من تدمير 7 مخازن تابعة للقوات الروسية في محور هذه المدينة، وكذلك أشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تحرز تقدما في هذا المحور وتحديدا في منطقة برايتون الواقعة في محور مدينة زاباروجيا. في ذات النطاق القوات الروسية تسعى إلى العودة إلى المواقع التي فقدتها وتحديدا منطقة ستارا مايورسكا الذي كانت استولت عليها القوات الأوكرانية منذ أكثر من أسبوعين. وأشارت السلطات الأوكرانية أنها استطاعت من تحييد ما يقارب 250 جندي روسي في هذه المنطقة بين قتيل وجريح
وأسير وتدمير ما يقارب 18 آلية ومركبة عسكرية في المحور الجنوبي، لكن المحور الشرقي يبدو نوعا ما مسار العمليات العسكرية مختلف، في حيث أن القوات الروسية هي من تشن هجوما مضادا. وهنا الحديث بطبيعة الحال يجرنا للحديث عن منطقة ليمان ومنطقة كوبيانسك. في هذه المنطقة كانت هناك أيضا زيارة لقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي. بعد هذه الزيارة كانت هناك تصريحات لنائبة وزير الدفاع الأوكراني التي أشارت إلى أن القيادة العسكرية للمنطقة الشرقية تدفع بالمزيد من التعزيزات والإجراءات الاحترازية لكبح تقدم القوات الروسية ومنعها من تحقيق أهدافها في المحور الشرقي. كذلك هو الحال، العمليات العسكرية مستمرة في جنوب مدينة باخموت من أجل السيطرة وبسط السيطرة على مرتفعات منطقة كليشيفكا في جنوب هذه المدينة. إذن من كييف ثائر عمرو، ومن موسكو يوسف بيغار مراسلانا، شكرا جزيلا لكما.